سنوات من الحروب والإهمال عاشتها محافظة الأنباري تركت آثارها على سكان المحافظة في مختلف الجوانب بما فيها الجانب الصحي، حيث شهدت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً مقلقاً في أعداد المصابين بأمراض الغدة الدرقية. إنه التلوث البيئي اللي موجود زائداً نوعية الغذاء وهل يتوفر اليود وما شابه ذلك، هذه هي الأسباب ونحتاج إلى بصراحة إلى موضوع بحثي ودراسات عن هذا الموضوع. أكو انتشار، نعم أكو انتشار منها المخلفات الحربية، السبب الرئيسي هو اللي انتشر في الآونة الأخيرة مو بس الغدة الدرقية، هو إصابات تأثرت من خلال المخلفات الحربية. ويقول المرضى وذووهم إنهم يعانون من الغلاء الفاحش في أسعار الأدوية المخصصة لعلاج ورم الغدة الدرقية، فضلاً عن عدم وجود العلاج بالإشعاع إلا في بغداد، حيث تكتظ المراكز التخصصية بالمراجعين ما يتسبب في تفاقم المرض. عنده علاج، بس هو علاج المهم كان الإشعاع بغداد مدينة الطب. مدينة الطب عليها لود، فصار سنة يلا هسه وصل عند السيرة، بس النوب صعد على الغدد اللمفاوية، الغدد ببطنه وتقريب صارت هسه الغدد انتشرت، فصار صعب شوية العلاج، بس بده ياخذ علاج كيميائي. والله اكو علاج هنا ينطونه، بس احنا هم نشتري من برا، نشتري حيل غالي. اني وبر كتبوا لي لمدة شهرين 4 ملايين كلفن، كل 5 أبر و500 كل أسبوع. وهسه النوب كتبوا لنا على نوبتين على كل أسبوع 500 500 نجيبهم من بغداد. كشف المبكر مع توافر الدواء الناجع والعاجل أهم وسائل القضاء على هذا المرض، رفاهية لا يملكها الكثير من العراقيين بسبب قلة المراكز المتخصصة وأسعار العلاج الباهظة التي تفوق قدرة المواطن على تحملها، ما يدق جرس إنذار آخر في بلد تذهب ثرواته سدى ويفتك الفساد بشعبه فقرا ومرضا.